وحول هذا المنتدى يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين. مساء الخير معالي الشيخ، ما أهمية هذا المنتدى وكيف من الممكن أن يخدم القطاع الاستثماري في مملكة البحرين وفي المنطقة بشكل عام؟ مساء الخير. الحقيقة هذا المنتدى ومثل هذه الفعاليات تعرف المستثمرين الدوليين والخليجيين على البيئة الاستثمارية في البحرين والفرص المتاحة في البحرين. والحقيقة يعني ما في أفضل طريقة هو أن يزورون البحرين ويشوفونها على أرض الواقع. فمثل هذه المنتديات مهمة لإبراز ما حققت البحرين والفرص الموجودة للمستثمرين. نعم معالي الشيخ، يتناول المنتدى الكثير من المحاور المهمة، برأيكم كيف من الممكن أن يسهم في زيادة القطاع الاستثماري هنا في البحرين؟ والله الحقيقة تاريخ البحرين الاقتصادي أثبت أن التنوع الاقتصادي وتقوية مختلف القطاعات هو من أهم الأمور اللي ساعدت البحرين في الفترة الماضية للتغلب على التحديات وتحقيق مستوى نمو عالي. فمن الضروري الاستمرار في تقوية عدة قطاعات وزيادة التنوع الاقتصادي، وإن شاء الله هذه بيثبت ويقوي اقتصاد البحرين في السنوات القادمة. بالتأكيد معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لكم.